معانا تليفون. عز اهلا وسهلا. اهلا، السلام عليكم، ازاي حضرتك؟ عليكم السلام، ازيك يا حبيبتي، عامله الله ايه؟ يبارك لك يا رب ويرضى عنك. الف مبروك لابن حضرتك يا الله حبيبتي، الف يبارك فيك الف يا حبيبه مبروك، قلبي، الله يخليك، الله ربنا يبارك يرزقه فيك. بالذريه الصالحه يا رب. امين يا رب. شكرا يا حبيبتي، ربنا يرضى عنك يا حبيبتي. هكلم الشيخ بس 5 دقايق معايا. اتفضلي يا فندم. ازي حضرتك يا شيخ؟ ازي الحمد لله حضرتك عامل ايه؟ بارك الله حضرتك بخير. الحمد لله، ربنا يحفظك. بص حضرتك، انا كنت كلمتك كده من فتره بسبب ان انا كنت متزوجه عرف وكده، وحضرتك قلت لي خدي ناس وروحي الاهل والكلام ده كلته. دلوقتي يا شيخنا باباه بقى ينكروا مننا ويقول لنا مش موجود، وكل ما اروح نساله عليه مراته الثانيه تقول لي ما هوش موجود وما هوش هنا، ده مسافر، سافر بره مصر، وعامل لي بلوك على كل حاجه خالص، كل حاجه من اي تليفونات ثانيه عامل لي بلوك عليها، وانا مش عارفه بصراحه اعمل ايه الموضوع ده. انا مش عارفه وانا اعمل انا ايه قلت لك خالص الحل معاك. بسيط جدا، الحل بسيط جدا، هاتي اي حكمين اتنين يحكموا، وانا بقول لك اهو ناس يكونوا علماء فاهمين في المساله دي في الشرع الشريف، واحنا قلنا بعض المذاهب وده مذهب الساده المالكيه في المساله دي ان للحكمين ان يفرقا. ما انت مش هتعرفي تثبتي انت متجوزه ولا مش متجوزه. طيب هنعمل ايه يا مولانا؟ القاضي هيقول لك فين الورق؟ ما فيش ورق. طب هو ده بيقول انا رجعتك. طيب وبعدين هنقعد بقى كده؟ طب انا لا انا طايله لا سما ولا ارض. لا هو دلوقتي حضرتك كل ما حد بقى يسال يقول لهم ايوه انا رجعتها عشان خاطر تديني فلوس، انا رجعتها عشان خاطر تديني فلوس، بس انا بصلي وبقول ربنا يدوقه من نفس الكاس اللي هو مشربه لي، لان انا ما بعرفش انام، ولو نمت بيحصل كارثه ان انا بشوفه في المنام قدام عيني، بشوفه في المنام قدام عيني، وبقول ربنا يشربه من نفس الكاس اللي مشربه. بصي يا اختي الكريمه، يا اختي الكريمه انا هسالك سؤال تاني بس، هو لما قال لك انا رجعتك دي بعد شهور العده ولا اثناء العده؟ لا في اثناء العده، بعدها بشهر على طول. طيب يبقى هو الحل اللي انا بقول لحضرتك عليه حل بسيط وسهل، حل بسيط جدا وسهل. هو حاليا دلوقتي اللي بيسالوا بيقول لهم ايوه انا رجعتها ومش مطلقه الا لما اخد منها فلوس، حاليا دلوقتي بس عامل لي انا. يا اختي الكريمه، يا اختي الكريمه، نعم سيبك منه، نعم انا ماليش علاقه بيه دلوقتي. أنا ليه علاقة دلوقتي لما رب العالمين قال فابعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها يريد إصلاحه يوفق الله بينها. حصل خلاف، يا ابن الحلال أنت مرجعها؟ أه اكتب ورقة. لا أنا مش هكتب ورقة، خليها تديني فلوس عشان مش عارف أعمل إيه، ويبدأ بقى يماطل ويقل أدبه في الكلام ده. نعمل إيه؟ الحكمين لهم الحق نقولوا إن أنت راجل خاين وإن أنت راجل غدار وإن أنت راجل مش تمام. طيب حكمنا بتفريق الزوجين وخلاص، وتشوفي حالك وربنا ييسر لك أمرك يا رب.